كنا تنعسو بالليل و تيجي الحلوف تتحس به تيشمشم حدا لاطون كيدور على الكيطون حيت شام الريحه. وفي ديك اللحظه بالضبط ما خصكش انت تتحرك ولا دير شي حركه حيت نبارطاجيو مع الناس. نقدروا الفيديو الجاي نمشيو لديك المغاره نمشيو اخويا شحال من لايك باش غادي نمشيو لديك المغاره؟ شي 10000 ممكن هاو داك 10000 وصلوا ل 10000 غادي نمشيو لديك المغاره ونصوروها لكم. يلا بروج ولا بروج ولا وصلوا الفيديو راه بغيت نمشيت انايا لديك المغاره وبغيت نوصل ليها لا ثانيه يعني اول وحده كيوصلوا للحد ديال وداك الشيء. شوف حنا راه ما كنخبيو والو داك الشيء اللي لقينا غادي نصوره يكون خطير يكون ما خط داك الشيء اللي لقينا في لفان ديال الغار غادي نصوره. مرحبا بكم على قناه خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم معنا سي انوار. انوار واحد الشخص اللي طابوح وعنده واحد القناه كيدير داكشي ديال الرحلات للجبال وبزاف ديال الحوايج اللي غادي تلقاو اللين ديال لاشين ديالو في الديسكريبسيون. اليوم جينا نديرو هذا الفيديو على اساس اننا غادي نتناقشوا كيفاش غادي نديرو لهذه الرحله الجايه، لان شفتوا الفيديو اللي درنا من قبل في ديك المغاره اللي قلتوا انها من اصعب زعما التحديات هي اننا نوصلوا من اصعب الفيديو لاصعب التحديات. سي انوار مرحبا بك. مرحبا بك الخير خويا خالد، ومرحبا بينا عندك في لاشين ديالك ومرحبا بالمتابعين ديالك معنا. انوار اوجيل يعني مهتم برحلات يعني تريب تريكينغ لي غوندوني خصوصا بمنطقه ميدلت الجبال ديال ميدلت من بينهم عياشي. والحمد لله ميدلت تزخر بزاف ديال المناظر الطبيعيه وبزاف ديال القصور بزاف ديال الدواوير بزاف ديال لي لاك بزاف ديال لي غورج لي غروت اللي خصني تعرف عليهم الواحد. وهذا هو الهدف ديالي يعني في لاشين ديالي، هو انني نعرف بهاد النقاط السياحيه اللي كاينه في الاقليم بالضبط وكذلك على الصعيد الوطني ولما لا مستقبلا على الصعيد الدولي. انوار دابا غادي نهضروا بدون لغه خشب ونهضروا زعما عادي. انوار دابا فاش مشينا لديك المغاره قلتي انك غادي نمشيو، قلتي زعما ان الجاي غادي نمشيو لديك الغار اللي شفتي فيه ان كاين شي حيوان نعس تما. على ذكر ملي كنقولوا الحيوان كنقولوا زعما الديب الثعلب الحيوانات اللي كاينين في هذه الجبال اللي كاين. الناس اللي تفرجوا في الفيديو ديال ديك المغاره ديال تازروفت كنا شرنا لهذه المساله هذه تمايا، لان في ديك المغاره كاينه واحد المغاره اخرى من فوق منها وهذيك هي اللي مشيت واحد النهار وكنت داخل يعني لداخل ديال المغاره لانها واسعه والداخل يعني الضويله كان قليل ماشي يدي والو في الشاسعة ديال المكان. بقيت غادي واحد شويه تنلقى واحد البلاصه فيها يعني رمله رطبه وفيها الاطراس ديال شي جسم يعني تينعس ما بحال شي كلب بحال شي ديب ديال شي بنيت تيهلب زدت واحد شويه وانا نحبس يعني راه احتمال انه يكون هو دخل لداخل يقدر يكون لداخل ويهجم وفي ديك اللحظه الا مشيت نزيد يقدر يهجم والضوء تما ما نشوفوش لا ما زوال ما نشوفو حتى كيدير داك الغار زعما مقارنة مع الغار اللي دخلنا ليه واش مضيق واش واسع واش لا واسع ولكن الداخل اللي ما وصلتش ما نعرف يعني اللي بغينا نعرفو ان حتى شي واحد ما دخل داك الغار حتى شي واحد ما دخل وحنا غادي ملي يقول لكم تحدي اننا غادي ندخلو راه غادي ندخلو كما درنا في الغار الفيس حتى الناس ديال ديك المنطقة واخا كاع يمشيو ليا ماشي ما عمرهم وصلوا للداخل يعني تيوقفوا غير في الدخلة ديك البلاصة اللي واسعة ولكن ما عمرهم غرقوا للداخل. في نظرك دوك الغيران زعما واش داروا الطبيعه اللي دارتهم ولا كان شحال هذيك ينقبوا على المعادن ولا كيفاش؟ داكشي دوك لي غروت اللي تما كاملين تشكلوا يعني غير بالطبيعه لان هذيك المنطقه فيها دوك ترسبات الكلتيه ولا ما عرفتش تسمى الناس ديال الجيولوجيا اللي فيهم بزاف هاد الضومي. وهاد المغاره بالضبط فيها دوك لي ستالاغميت وشي تسماو في السيونس مهم الصواعد والنوازل دوك السبحات يكون بحال سيريات كيكونوا هابطين هكا وهادو علميا الناس اللي عطاوهم تفسيرات علميه وهذا مليمتر واحد تيتشكل على ملايين السنين. وتما دابا في ديك المغاره فاش دخلت تلقى واحد في سيريا فيها 6 متر و 8 متر على داك الشيء قديم هذا اللي صاحبي على ان داك الشيء راه عريق واحد الميساج يعني الناس كاع اللي تيمشيو لي غوط بحال هادو تيلقاو هاد المسائل ما يحاولوش انهم يهرسوهم ولا يخربوهم
لان داك الشيء تيرمز لنا واحد الفتره واحد الحقبه زمنيه عارقه. وفاش تجي انت وتتهرس داك الشيء يعني راه درتي داك الشيء في الزيرو في الزيرو كما كيقول. بغيت نسولك فهاد الشيء كاع اللي درتي لنا باش نعرفوا اش كيدير انوار. انوار كيمشيو للمناطق اللي صعيبه كيباتوا تما كيديو زعما هذا ديالهم ماتيريال. عاودنا شي حاجه وقعت لكم صعيبه ولا شي حاجه مخيفه ولا شي حاجه اللي وقعت لكم وبقات لك في الذاكره؟ هو باش خرجت للطبيعه يعني راه تعول على كل تحدي وفيها مغامره. وكاين تحديات ديال الطبيعه كاين بزاف ديال التحديات. واحد الحاجه اللي كنت يعني يعني تعرضنا ليها تعرضنا فيها للخطر يعني خطر الموت كما تيقولوا. هو واحد النهار كنا غاديين في واحد لي كورج وكاينه الشتا في الجبل. ودابا الشتا تطيح بزاف في الجبل يعني الواد جاي نازل من الجبل وحنا ديك البلاصه فاش كاينين ما فيهاش الشتا. كنا غاديين وسط لي كورج ولي كورج مضيقين. بقينا غاديين وبالضبط الناس اللي تيعرفوا ميدلت غادي بالضبط لي كورج ديال جعفر. والشتا كانت في العياشي بزاف وجاي نازل الواد ديال العياشي وغادي يدوز في دوك لي كورج. حنا الهدف ديالنا نخرجوا من لي كورج باش نمشيو واحد الطريق اخرى غنتزاقلو مع لي كورج. بقينا غاديين تنسربو حيت عارفين غادي يجي شي واد وما نجيبوها مع غير مع الواد في واحد الفيراج كان غادي يدي غير عند الزر شفناه ضارب الفيراج الواد يعني هز العواد راك عارف الراس ديال الواد شجر الخش مهم ها هو جاي. والمشكل ضيقه البلاصه وعندنا الزهر كاينه واحد البلاصه في ديك النقطه بالضبط كاين فين نطلع ما كنلقاش فين نطلعوا شي غير ربنا. وفي القضيه ديال الحيوانات ولا كذا ما صادفتوش زعما الثعلب الديب الحلوف راه عندنا المناطق راه كاين خصوصا نيت في ديك البلاصه بالضبط. كنا طونطينا واحد 3 ايام في ديك الغابه ديال جعفر وكنا تنعسوا بالليل وتيجي الحلوف تتحس به تيشمشم حدا لا طون كيدور على الكيطون حيت شام الريحه. وفي ديك اللحظه بالضبط ما خصكش انت تتحرك ولا دير شي حركه حيت اون فوا تحرك هو تيحس بالخوف تيهاجم. وحتى واحد القضيه مثلا كون درتها في ديك اللحظه فاش الحلوف حدايا كون شعلت الضوء شنو غادي يوقع؟ غادي نشعل الضوء غادي يبان الظل ديالي في لاطونت الظل ديالي غادي يبان كبير. هو غادي يشوف الظل غادي يضرب ويجمعني انا ولاطونت. اذا كاين الديب حتى في ديك البلاصه كاين الديب موج تنسمعوه بالليل تي الصوت ديالو ممكن انه يكون هو اللي وسط داك الغار اللي داير داك ماشي بعيد حيت داك الجبل اللي حتى هو فيه بزاف ديال الحيوانات. وقتاش نمشيو لذاك الغار؟ انا متحمس دابا باغي ندخل نقول لكم انا اول واحد كيوصل لحد لهذا الغار لان ما قدروش انهم يوصلوا ياك سي انا نوصلوا ان شاء الله ان شاء الله فوق ما بغيتي نمشيو حتى وصلنا هذه الفيتره نوصلوا لاي غار. قلتي هذاك ما مضيقش واسع ما مضيقش في البدايه ديالو ولكن وسعوا فيه الغيره الداخل الله اعلم الداخل كي داير الله اعلم يعني ممكن تلقى شي حاجه تما يعني كاين احتمال تلقى شي ما عرفتش شي غار كاع ما عندوش حد تقدر تلقاه شي دوك شي تسمى مستحدث دوك الرسوم ديال دوك الرسوم يجي يكون يقدر يكون شي قوم كان ساكن في ممكن في البلاصه ما تعرف. انا هادشي دابا هو اللي تيخليني تبحث وتقلب وتغامر كفوي يعني واحد الحاجه تتشوفها خصك تعرف الخبايا ديالها الاسرار ديالها والتحدي ديالنا فين كاين. هو بغينا نوصلوا لحاجه اللي ما وصل ليها حتى شي واحد لا في القمه طلع اعلى قمه لانك تدخل لشي غار. شتي الغار اللي دخلنا وكان مزير علينا شتي كيفاش وكان طحت غير حجره واحده تسد الغار كون غير داك اللي من موراك يسخف ما تقدرش كي دير ترجع للور زعما راه غامرنا ولا اني ماشي مشكل في اطار انك باغي توصل لحاجه اللي ما عمرش واحد وصل لها. تصوروا اننا فاش دخلنا وسط الجبل راه كان داير بحال الطاجين شكون قال الطاجين في الفيديو كان بحال الطاجين هكا كضرب البيله ما كتشوف والو علاش واسعه بحال اللي جي خرجتي دابا لشي خلا كله ظلام وكضرب البيله هكا ما غاديش تلقى شي حد فين يضرب ولا شي حاجه ما كتشوف والو خصوصا الا كان الضو نيت ضعيف ما يدي والو يعني خصنا نشوفوا هاد المشيه تكون بشي ضوء خصنا يعني نبارطاجيو مع الناس يعني نبارطاجيو معاهم داكشي كيفاش كيشوفوا حنايا واخا ما غاديش تشوفوا كيما تنشوفوا بها تنقولها انا في لي فيديو ديالي كاملين تنقول لكم للاسف ما غاديش تشوفوا داكشي اللي كنشوفوا حنا لان بالبيله والصوره ماشي بحال العين. العين كتشوف راه كتشوف عالم اخر كتشوف داكشي راه مخيف راه ملي كتدخل
اللي كتدخل الغار اللي مضيق وكتلقاه واسع راه كدير احتمالات ديال تلقى اي حاجه تما. ولكن اللي كيتفرج كيقول لك شدتني الضيقه ومن الحوض والله العظيم شدتنا الضيقه اللي داخل بزاف تيقولوا لي بزاف تيحبس الفيديو ما تيكملش ما قدرتش حتى حسيت نفس شويه عاد يكمل تيتزير هو بلاصتك خصوصا فاش يشوف ديك الغادي كاميرا خدامه لقدام وانت غادي وتتوصل لواحد البلاصه مضيقه تيقول وايلي كيفاش غادي يدير يدخل هنا هذا لا لا بزاف حباس بوز لا عرفتي راه اللي ما عرفوش الناس راه تكرفسنا راه كنمشيو على هنا علاش كنمشيو لان خصوصا الناس تصور وتضوي يدو حدا بيلا يدو حدا الكاميرا هكا وكتمشى وكتمشى هكا راه خصك راه تكون بيديك بجوج وراك في الخطر كما كيقولوا يديك بجوج وراك في الخطر وانت شاد الكاميرا وشاد البيله لان باغي نوصل لكم داكشي اللي كنشوفوا واخا غادي نوصلوا غير واحد 20% من داكشي اللي كيبان لنا بالعين ماشي مشكل حنا كنضحيو باش نوصل لكم داكشي وهذا هو اللي خلانا كاع بقى نبارطاجيو مع الناس نقدروا الفيديو الجاي نمشيو لديك المغاره نمشيو اخويا شحال من لايك باش غادي نمشيو لديك المغاره شي 10000 ممكن هذا كان 10000 وصلوا ل 10000 غادي نمشيو لديك المغاره ونصوروها لكم يلا بالرجوله أن... بالرجوله وصلوا هذا الفيديو راه بغيت نمشي حتى انايا لديك المغاره وبغيت نوصل ليها لافان يعني اول وحدين كيوصلوا للحد وداك شوف حنا راه ما نخبيو والو داك الشيء اللي لقينا غادي نصوره يكون خطير يكون ما خاط داك الشيء اللي لقينا في لافان ديال الغار غادي نصوره المهم دابا فاش غنمشيو غادي نديروا الاحتمالات ديال اي حاجه المهم يعني. نديو معنا شي حاجه باش ندافعوا على الناس ما تعرف يخرج لك حلوف ويخرج ديب يخرج على الاقل كاع غير الباطون غير الباطون فاش تنستعمل في جبل ديك العصير حتى هي تتكون يعني تكالي بعدا بها شويه ديال الحمايه حتى هي في نفس الوقت تقدر تعرضها المهم غير يكون الضوء راه تيساعدك باش كنتمناو نوصلوا 10000 لايك باش غادي نمشي صافي ان شاء الله غادي يوصلوا ل 10000 ملي تشوفوا 10000 لايك دوز عندي للدار ونهزوا الساكاط ديالنا ونمشي صافي صافي مشات يلا وصلنا لاخر هذا الفيديو لاشين ديال سي انور غادي تلقاها في الديسكريبسيون شكرا سي خالد وشكرا للمتابعين ديال سي خالد نلتقي ان شاء الله في المغاره ديال تزرفت اخطر عجيبه يلا السلام عليكم. اي ضبطت كانت دابا زياد لا هي تديتي كثير اصلا السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم معنا سي انوار. انوار واحد الشخص اللي طموح وعنده واحد القناه كيدير فيها داكشي ديال الرحلات للجبال ياك سي انوار. اولا مرحبا بك الله يحفظك غنديروا هذا الشيء بدون مونتاج لا غادي غادي والله يخليك واش تيستي صح صح واخا السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو ما عجبانيش التصوير دخل شويه لعندك دخل لعندي هاك السلام عليكم صافي ساليتي السلام عليكم الضوبه اللي هي الضو ناقصه راسي زعما شي مشكل السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد